مراسل لقناة ليبيا الأحرار حتى وفته المنية وهو ينقل في بضائع إغاثة. إلى أهالينا بسر هكذا استشهد أسامة جبريل حامد. درع لهذا الشهيد البطل أسامة جبريل حامد المذيع بصوت ليبيا الحرة في المرج ومراسل قناة الأحرار. أصرخ الشهيد أسامة الآن تستلم درعا رمزيا من المركز الإعلامي لثورة 17 فبراير. الشهيد البطل أسرة الشهيد البطل عميد طيار فخر الدين علي الصلابي. عميد طيار محمد مبارك العقيلي. عميد طيار حسين محمد الورفلي. عميد طيار المهدي السمين. عميد طيار جمال عبد الكريم العجيلي. الفتاح يونس ورفاقه محمد خميس وناصر مذكور. سوف ندعو مجموعة من رجالات ليبيا لكي يحضروا هذا التكريم الخاص للشهيد البطل عبد الفتاح يونس ورفاقه. السلام عليكم. العقيد فتحي بدري ومجموعة معي تفضلوا على المنصة لحضور التكريم الشهيد اللواء عبد الفتاح يونس. يا ريت لو سمحتوا وقفة جلال وتقدير في دقيقة صمت للجميع للواء عبد الفتاح للشهيد اللواء عبد الفتاح يونس. قراءة الفاتحة معلش سامحوني قراءة الفاتحة واحد اثنين ثلاثة واربعة الله. دير طب تحت ارفعي شوي فوق. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.